وإلى شأن الفلسطيني الإسرائيلي، قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد أن حاولا طعن جنود إسرائيليين قرب حاجز زعتر العسكري جنوب مدينة نابلس. وصرح الجيش الإسرائيلي أن الشابين الفلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن، ما دفع الجنود الإسرائيليين إلى إطلاق النار عليهما وإغلاق المنطقة بالكامل. وفي القدس أصيب مواطنان إسرائيليان بجروح تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة في عملية طعن قرب محطة القطار الخفيف، كما وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على منفذي العملية. ومن مدينة القدس ينضم إلينا مراسلنا عبر الهاتف أمجد أبو عرفي. إذن أمجد، ما هي آخر التطورات على صعيد القدس والضفة الغربية؟ نعم، يعني آخر عملية عن هيئة الطعن أصيب منفذها وهو من سكان كفر عقب شمالي القدس وأبلغ من العمر 22 عاما بجراحة خطيرة للغاية. الأوضاع متوترة جدا في داخل مدينة القدس، أيضا اشتباكات ومواجهات عنيفة تدور في هذه اللحظات في مناطق مختلفة في مناطق القدس الليثوية وحي مخيم شعوطات وأحياء أخرى أيضا في الضفة الغربية، الخليل، بيت لحم، مواجهات عنيفة أفدنا أيضا عن إصابة العشرات، أيضا مدينة رام الله وشمالي البيرة هناك مواجهات عنيفة، أيضا أبلغنا عن بعض الإصابات في الرصاص المطاطي والاختناق بالغاز. يبدو أن جوعة الغضب التي طارت بها الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية أمس يبدو أنها تأخذ مكانها اليوم في أغلب المناطق، اشتباكات عنيفة ومواجهات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين.